السلام عليكم، صباح عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم بركة مسعودة. هاد النهار غادي نقدم لكم مملحات بطريقه جد سهله وطريقه بسيطه وما فيهاش مكونات بزاف، واي واحد يقدر يديرهم. ونخليكم دابا تشوفوا معايا الطريقه وتشوفوا معايا المكونات. اول حاجه غادي نحتاجوا لاباط فويتي. انا كنستعمل لاباط فويتي لان سهله دغيا تنشريها بصعوبه. تنحتاج فروماج احمر محكوك، تنحتاج سانوش، هادو الزرارع، البافو، اللوز محمر، بيستاش، بيضه ومراشم. كناخذ لاباط فويتي بحال هكا، كندهنها بالبيض، ندهنها كوم سا كلها بالبيض. كناخد فرماج، ديال الفرماج احمر، كنقسم هاد لاباط فويتي بحال هكا، وكل جهة كندير فيها كنزوقها بالطريقة اللي بغيت. هذا ندير فيه الساندويتش. بالنسبة ليكو كاين اللي يدير زعتر، كاين اللي يدير فلفله حمراء، كلها يدير على حساب اللوغو ديالو. انا درت هادو للتزيين، وكل واحد يقدر يدير على حساب شنو كاين في الدار، شنو موجود في الدار. يقدر الواحد يدير زعتر، يقدر يدير فلفله حمراء، يقدر يدير مطيشه، اي حاجه كاينه في الدار اللي متواجده في الدار. بحال هكا ندير حد الزرارة كومسا، هادي مطيش. دابا ملي درت الفرماج درت هداك الشي اللي درت، غادي نقطع بحال هكا، ندير المراشم، ندير البصل اللي غادي يدخل الفرن. غادي نبقى بحال هكا حتى نكمل. وهكا منين عمرت التبصيل ديالي، هذا هو التبصيل. دابا غادي نديرو في الفران اللي شعلتو على 180 درجة وخليته يسخن واحد شوية، شعلتو من الفوق من التحت. وغادي ندير هاد المملحات ديالي يطيبو من الفوق من التحت واحد ربع ساعة كاع ماكسيموم. هادو هما المملحات ديالي بعد ما طابو، هذا هو الشكل ديالهم، تيجيو بحال هكا. كيجيو مزيونين وكيجيو مقرمشين وكيجيو بنان وساهلين دغيا كيوجدو. غير هو ما خصكمش تحتفظوا بهم لواحد المده طويله، لان فاش تيبردو ما تيبقاوش زوينين حيت مصوبين بلاباط فويتي. دونك داكشي علاش انا كنصوب هي كميه قليله ما ناكل،
زعما في داك الساعه وصافي ما كنحتفظش بهم بزاف. الا بغيتو تحتفظوا بهم تقدروا ديرهم، خصكم ديرهم في الكونجيلاتور باش ما يبردوش. وهذا هو الفيديو ديالي، بسلام عليكم ونتمنى يعجبكم الفيديو. وإلا عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارتاج وابوني. ميرسي.